مي يعني في ناس كده من الناس اللي بتحب بقى تفخم المواضيع وتهول بقى وتطلعنا ان احنا تافهين ما نعرفش نعمل اي حاجه، اما يلاقي شخص بيقرا مثلا روايات يقول هو انت كده فاكر ان انت هتبقى مثقف، هو انت كده فاكر يعني ان انت كده بتقرا، يعني ليه الناس بتتفه من فكره الروايه؟ بصي، وده سبب من الاسباب اللي خلتني اصلا اعمل القناه، ان انا واحده من الناس، انا بكره جدا الناس اللي ربنا يديله شويه علم يقرا له كتابين فينفخ نفسه كده ويفضل بقى اللي هو متخلفين ما بيفهموش حاجه، أو قصص قصيره مثلا اللي هو في اوروبا ودول متقدمه ويفضل يكلمنا من النضاره دي. انا ما بحبش الطريقه دي اصلا في الحياه عامه، فكان سبب من اسباب ان انا عملت القناه والحلقات اللي انا بعملها بتستفز ناس كتير انا عارفه، بس انا قصدي اكلم الناس دي، الناس اللي هي فعلا عايز حد يقول لها ما تخافش تعالى. يعني انا عملت في معرض الكتاب الاخير ده، عملت لايف من معرض الكتاب، كان الناس كلها خايفه تروح معرض الكتاب لانه بعد ما اتنقل التجمع والناس كلها بقت مخضوضه ولا ولازم المكان القديم ومش عارفه ايه، وكله بقى بدا يطلع اشاعات لا ده انتوا مش هتعرفوا ترجعوا، ده ما فيش مواصلات، لا ده الكتب غاليه جدا، لا مش عارفه إيه. طب بص بالعند فيهم بقى، انا رحت عملت فلوج من او لايف كمان من معرض الكتاب، وبقيت الناس، انا اصلا اتخضيت من كميه الناس لما تكلمني اللي هو ايه ده يا جماعه، انا فاكره في اربعه بس هيردوا عليا. لا لقيت ناس كتير بقى، وناس من الدول العربيه، ناس كتير جدا، والناس كانت مهتمه، وعايزه اقول لك مثلا ناس كانت بتقعد تسالني اسئله اللي هو انا عايز كتاب في كذا اجيب فين، في حاجات انا كنت بعرفها وفي حاجات انا ما اعرفهاش، بس كنت بروح ادور لهم وباخدهم في اللايف، بروح مثلا ممكن تساليني عن مكتبه كذا الاقي فين، وكنت بعمل ده. برافو عليكي. عايزه اقول لك ده يعني، عايزه اقول لك في كميه ناس بقى قعدت تدعي لي ومبسوطين. طبعا يعني في واحد اصلا بره مصر، هو مش عايز يعني مصري بس عايش بره، كان نفسه في مجموعه كتب كده هو كان بيشتريها زمان، مش عارفه من الجمهوريه او سلسله اخبار اليوم حاجه كده، وكان نفسه قوي ان هو يسال عليها ويعرف لو ممكن يشحنها له او كده يعني، فانا رحت وسالت له عادي دي طبيعتي، فهو حاسس بقى ان انا عامله معاه حاجه كبيره مجهود. ف هايل يا مي.